النهارده كمان في خبر حلو، احنا طول الوقت بننحاز ليه ونطمن لما يحصل. حضراتكم طبعا عارفين انه في مشروع قومي كبير كده اسمه مشروع التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين. مشروع التأمين الصحي الشامل ده عفوا على مدار 15 سنة 20 يا ربي، انا مش متأكدة قوي من الرقم، لكن هو خطة طويلة المدى جدا عشان يقدر يغطي كل مصر بكل محافظات مصر. لكن لحد ما التأمين الصحي الشامل يكتمل وتكتمل تجاربه الناجحة اللي بدأت في بورسعيد، في أسوان، في إسماعيلية، في مجموعة من المحافظات، ده حلمنا الحقيقي عشان نقول الحياة كريمة لكل المواطنين في القطاع الصحي. لحد ما ده يكتمل، إحنا وحضراتكم وكلنا عارفين إنه أي مواطن، وأنا بقول لحضرتك كده، أي مواطن غني أو فقير بيمرض بيتعرض يعني اختبار كبير جدا وتجربة كبيرة جدا وتحدي حقيقي. يعني هو كرب، المرض كرب بكل تفاصيله، وخليني أقول لك غير أنه كرب إنساني، هو كرب مادي تقيل على كل الناس. المقتدر بيتعالج في مستشفى غالية جدا فبيبقى كرب مادي كبير، والأقل إمكانيات بيتعالج في مستشفى بسيطة، المستشفى نفسها إمكاناتها ضعيفة، فهو كرب صعب. عشان كده ده سبب انحيازنا الحقيقي لأي حد نلاقي أنه دي فرصة في علاج أفضل، في اهتمام أكتر، وفي رعاية صحية أكبر. واحد من أدوار العظيمة للإعلام والحاجات اللي بتبهجنا الاستجابة السريعة جدا للإعلام، وتحديدا في الحالات الإنسانية. سيادة الرئيس، امبارح كان في شاب بيطلب فرصة علاج على نفقة الدولة مع الزميلة والأستاذة عزة مصطفى على قناة صدى البلد، وبسرعة جدا، ده كانت امبارح، بسرعة جدا تمت الاستجابة بسرعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكليف والتوجيه بعلاج إبراهيم محمود اللي عمره 23 سنة من محافظة الشرقية على نفقة الدولة. ممكن حد يقعد يقول كده، طب ما ده عايز يعني ما كان ممكن ياخد علاج على نفقة الدولة، بس برضو كلنا عارفين الإجراءات إنه يوصل لإنه ياخد العلاج على نفقة الدولة بتاخد وقت كتير. في 24 ساعة إبراهيم يعني لبيت نداءه وتحققت استجابته. إبراهيم باختصار للي مش متابع الحالة، بيعاني من إصابات بالغة في الوجه والفكين، مضاعفات ما بعد حادث صعب، عمل مجموعة كبيرة من العمليات وتمت الاستجابة لمطلب إبراهيم بالعلاج على نفقة الدولة. النهاردة يعني في حالة واهتمام ومتابعة لحالة إبراهيم. نمسي عليه بقى ونقول له ان شاء الله الحمد لله على السلامه مقدما. اهلا بيك يا ابراهيم. مرحبا بيك يا فندم، اهلا بيك حضرتك. ابراهيم، انت رحلتك في العلاج بقى لها كام سنه؟ بقى لها 4 سنين يا فندم حضرتك، من 2018 لحد دلوقتي. 4 سنين دي رحله طويله جدا جدا، الله يكون في عونك اولا وربنا يتم شفاك. لكن ايه اللي كنت عاوزه وايه اللي تم التواصل معاك بخصوصه خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا؟ انا كنت عايز يا فندم قبل كده ان انا اتعالج بس، وامشي زي الناس واكل زي الناس، ما مش كنت بعرف افتح بوقي جامد ولا اكل ولا امشي زي الناس حتى عشان الشكل وكده. تمام. خلال 4 سنين عملت عمليات في الجامعه وعملت عمليات بره الجامعه وبرضه ما فيش اي نتيجه يعني. ف الحمد لله يعني ان سياده الرئيس استجاب لي علاجي واتبنى حالتي ونظر الي بصدر رحب وودع بعلاجي يعني واستجاب حالتي، واتمنى انه يفضل معايا لحد الاخر يعني، ويفضل بجانبي لحد الاخر يا رب على ان يتم شفاء على خير يعني. انت محتاج مجموعه من عمليات التجميل لو انا فهمت الحاله مظبوط مش كده؟ والتصحيح لعمليات سابقه. نعم، محتاج عمليات تجميل وتصحيح لعمليات سابقه سابت لك شويه اثار مش كده؟ يا فندم بالظبط كده، العمليات اللي قبل كده فشلت وسببت لي احداث يعني. انت بتقول مش عارف تفتح بقك كويس. يا فندم انا يعني الله يكون في عونك يا ابراهيم، احنا مبسوطين بالاستجابه، وحقك طبعا انك تبقى مترقب ونفسك في متابعه واهتمام اكتر. تم نقلك لمستشفى الزقازيق مظبوط كده؟ مظبوط يا فندم. بدا بقى بعض الاستشاريين يشوفوا الحاله، شخصوك، قالوا اي اخبار قريبه عن عمليات؟ يا فندم هم عملوا لي اشعاعات وعملوا الفحوصات اللازمه من تحاليل وغيرها،
وقالوا خلال فترة يعني 24 ساعة وكده، 48 ساعة هيردوا علينا هيدرسوا الحالة يعني وكده في خلال 48 ساعة، وهيردوا علينا في أقرب وقت إنه إيه اللي هيتم بالظبط، يعني العمليات اللي هتتم وكم عملية هتتم وكده. ربنا يتم شفاك يا إبراهيم، وإحنا سعداء بسعادتك وبأنه في أمل جديد بيتجدد ليك. بشكرك شكرا جزيلا إبراهيم محمود اللي تم الاستجابة لي للعلاج على نفقة الدولة.